السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران نتكلم عن هذا المركن للسيارات، هذا اللي عنده تقريبا 10 سنوات من اللي انتهت الأشغال به ومازال مغلق، لا نعلم لماذا. المهم إن شاء الله مشاهد كما هذه مفيدة جدا، خاصة وهو يقع في المدينة الجديدة، ما يسمى بمدينة جديدة تاع وهران، واللي مكان مكتظ بالسكان والسيارات وكذا. مليح منشأة كما هذه، إن شاء الله يفتتح، وإن شاء الله كذلك مراكن كما هذه تكون في كل المدن الكبيرة في الجزائر.